السلام عليكم سلام خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في توجو في أزاد ثقة. قلنا لكم بالخميس ندير لكم مفاجأة ودرنا لكم المفاجأة، وهذه المفاجأة ما تكملتش كاع. على جال أخت أضرار ولا واش قال خويا عبد الرحمن؟ صح ولا غير صح؟ كمل وضح لي واش ريكومونتي واش كنت كومونتي لها؟ ما عيطتش. بون خاوتنا كاين واحد الأخت ما لقيناش النمر تاعها وحبينا هي من المتابعين تاعنا، على كل حال متابعين تاعنا الوفيه اللي كانت معنا وعلقت لها وقلت لها علقت لها قلت لها وقالت لنا سمحوا لي، قالت لنا انا بعيده وما نجمش نجي. الاخت حنا راح نقول لك واحد الكلمه، انت ياك بعيده بالنسبه لينا راك قريبه، وباذن الله وبفضل ربي ان شاء الله لكتب الله رانا عندك وماذا بينا، وان شاء الله لك تسمعي فينا يا ربي تعيطي لنا برك. والاخ عبد الرحمن دوك يكمل لكم. بون الحكايه خاوتي انه كاين اخت في التعليقات دائما تعلق لنا بانها متابعه وفيه، وقاسنا بواحد التعليق انها حاولت انها تتواصل معنا ولا تقتني سلع من عندنا وما قدرتش، شافت بلي المسافه بعيده، والقائمين على اثر الثقه تاثروا بهذاك التعليق وقرروا بانهم يهدوها اي شيء يعجبها في محل اثر الثقه، انها تختار بين صالون ولا شومبرا كوشي ولا صالا مونجي، اي شيء يعجبها راح نوصلوا ليها، احنا تنقلوا اثر الثقه كامل تنقل حتى عندها الاضرار ونزوروها باذن الله ونفرحوا كامل معها باذن الله ان شاء الله. نرد الكلمه الاخ حليم يزيد يبشرها بالخير. الاخت انا كي سمعت هذا الخبر جاني ما كيفاش نعبرها لك، قعدنا انا والمسؤولين تاعنا ويكثر خيرهم داروا راي براي الحمد لله. أساس ثقة راهي تحوس عليك باش تهدي لك الهدايا تاعك بإذن الله إن شاء الله، وماذا بينا راكي تتابع فينا الأخت وقلت بعيدة بالنسبة لي راكي قريبة، وماذا بينا إن شاء الله في أقرب وقت تعيط لنا باش نكملوا الفرحة تاعنا وبإذن الله. أنا وقال عمال تاع أساس ثقة لكتب الله رانا عندك في أضرار ونديروا عندك فيديو إن شاء الله لكتب لنا ربي وعشنا. أختي الكريمة حاولي تصلي بنا في الرقم اللي يخلص ب 46 46، وإن شاء الله نبدو كاع المعلومات تاعك ونكونوا عندك ونبشرك بالخير ان شاء الله. احنا رانا نتابعوا كاع في التعليقات تاع المتابعين تاعنا، واللي نشوفوه متابع وفي نبشروه دائما بالخير، احنا دائما نتابعوا المتابعين تاعنا. وش نقول لكم خوتي خواتاتي، أزاد ثقة راهي في خدمتكم 24 ساعة على 24 ساعة، وما تقولوش أن نتبعوا فيكم واحد بواحد في لي كومونتير وكان ريبونديو عليكم واش قلتوا لنا درنا لكم، لحقنا للشومبرا قلتوا لنا تاع 10 ملايين وتاع 11 مليون، حبطنا حتى نخدمنا لكم حتى 3 ملايين. خوتي خواتاتي أزاد ثقة راهي معروفة على 48 ولا على كل حال، والحمد لله يا ربي هذا بفضل ربي اللي لحقنا لهذا المستوى، وان شاء الله مازال الجميع اللي حاب يفرح أزاد ثقة راهي في خدمته. ونخلي الكلمة لعبد الرحمن خويا. نشكر كامل المتابعين اللي الله يبارك راهم بالالاف، رانا لحد الان رانا اكثر من 37,000 متابع، تقريبا ان شاء الله نوصلوا 50,000 متابع. نشكرهم كامل على الدعم تاعهم، الله يبارك رانا من حيث التفاعل رانا الله يبارك نقدروا نقولوا انه اول قناه في اليوتيوب مهتمه بالاثاث وكاع، رانا من الاولين. ربي يحفظكم ربي يخليكم، نشكر كامل المتابعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.